بعد الكثير من التسريبات والإعلانات المشوقة، أعلنت جوجل رسمياً عن الجيل الجديد من عائلة هواتف في بيكسل، بيكسل 7 وبيكسل 7 برو. جاءت بمواصفات رائدة ومنافسة. دعونا نتعرف على أقوى ما أنتجت جوجل حتى هذه اللحظة، هاتف بيكسل 7 برو. مراجعة سريعة. يأتي بيكسل 7 برو بهيكل زجاجي من الأمام والخلف من نوع غوريلا جلاس فيكتوس القوي في مقاومة الخدوش والصدمات. الإطار المحيط بالهيكل معدني من الألومنيوم، وجهة الجهاز تستحوذ عليها الشاشة مع حواف نحيفة وثقب أعلى المنتصف يتضمن الكاميرا الأمامية. أما من الخلف جاء الظهر بملمس مطفي يمنع ظهور البصمات. وكما كان الحال في الجيل الماضي، تتواجد عدسات الكاميرا داخل شريط معدني بارز يمتد على عرض الجهاز ويتصل بالإطار المحيط بالهيكل. ونلاحظ أن لون الشريط لم يعد أسود، ونجد عدسة أولى منعزلة والعدستين الأخريين متصلتين على شكل كبسولة كبيرة. يتواجد زر التشغيل في الجهة اليمنى برفقة أزرار التحكم بالصوت، ومن أسفل منفذ USB من نوع C، وعلى جانبيه السماعات الخارجية. يأتي الجهاز بسماعات السيريو، لكنه لا يحتوي منفذ 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. كما يدعم الجهاز مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68. يزن الهاتف 212 جراما، وهو وزن جيد جدا مقارنة بحجم الهاتف والمنافسين. جاءت الشاشة بمواصفات ممتازة، وهي بطبيعة الحال مطابقة لشاشة إصدار العام الماضي، باستثناء أنها مسطحة وليست منحنية على الجانبين. اللوحة من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.7 إنش ودقة Quad HD Plus وكثافة 512 بيكسل للإنش الواحد، وتأتي بأبعاد 19.5 إلى 9 مع معدل تحديث متغير يتراوح بين 10 هرتز و 120 هرتز لتقديم تجربة استخدام سلسة وتوفير استهلاك الطاقة. تدعم الشاشة البعد الديناميكي العالي HDR بالإضافة إلى ميزة Always On Display، وتتمتع بسطوع أقصى يصل ل 1500 شمعة. الشاشة أيضا تتضمن قارئ بصمة مدمجا أسفلها لفتح قفل الجهاز ويعمل بشكل سريع. نأتي للأداء، حيث يحمل الهاتف الجيل الثاني من معالج جوجل الجديد جوجل تنسور G2، المعالج الذي تم تطويره من جوجل نفسها بالتعاون مع سامسونج، وثمان نواة بمعمارية 4 نانومتر. وركز كثيرا على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وأصبح أفضل في هذا الجانب عن الجيل السابق بنسبة 35%. معالج الرسوميات هو مالي G710 MC10 الذي يمنح تحسنا في الأداء والفعالية عن الجيل السابق. أيضا هناك أيضا معالج تايتان M2 المخصص للأمن والحماية. بيكسل يأتي بذاكرة رام 12 جيجا بايت مع 3 خيارات لمساحة التخزين 128 و256 و512 جيجا بايت، وهي من نوع UFS 3.1، لكن الجهاز لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية. نظام التشغيل هو أندرويد 13 الجديد المطور من شركة جوجل نفسها، ويأتي مع تحسينات كثيرة على الواجهة والمظهر. الشركة أيضا وعدت أنها ستدعم 3 سنوات تحديثات أساسية و5 سنوات من التحديثات الأمنية للهاتف. من حيث الاتصال، يسمح الجهاز بتركيب شريحة واحدة من نوع نانو سيم، يضاف إليها شريحة إلكترونية eSIM، ويدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G. ثم نأتي للكاميرات، الملعب الذي تألقت فيه جوجل صراحة. البيكسل يأتي بثلاث كاميرات. العدسة الأساسية جاءت بدقة 50 ميجا بيكسل بحساس كبير يلتقط صورا عالية الجودة عبر دمج 4 بكسلات في بيكسل واحد. العدسة الثانية يأتي لفوتو للتقريب البصري حتى 5 مرات والتقريب الرقمي حتى 30 مرة، وهي بدقة 48 ميجا بيكسل. العدسة الثالثة فائقة الاتساع الترويد بدقة 12 ميجا بيكسل، وتأتي بزاوية رؤية واسعة جدا 128 درجة، وأصبحت تدعم التركيز التلقائي، ما يسمح لها أيضا بالعمل كعدسة ماكرو لالتقاط الصور القريبة. تحتوي العدسة الأساسية وعدسة التليفوتو مثبتا بصريا لمنع الاهتزاز، وعملت جوجل كثيرا على تحسين جودة الصور ومقاطع الفيديو من خلال المعالجة الفورية بناء على نظام تعلم الآلة بواسطة البرمجيات داخل النظام والمعالج. يقوم المعالج الجديد بمهام التعلم الآلي المتعلقة بالكاميرا بشكل أفضل أيضا، وهو مسؤول عن ميزات مثل فوتو أمبلور التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم من جوجل لإزالة الضبابية والضوضاء من الصور القديمة التي تم التقاطها منذ سنوات باستخدام أي هاتف قديم. وانتقالا للفيديو، يمكن تصوير مقاطع فيديو بالكاميرا الأساسية بدقة 4K بتردد 60 إطارا في الثانية، ومقاطع عرض بطيئة بتردد 240 إطارا في الثانية بدقة HD. كما أصبح بإمكان الكاميرا الأساسية تصوير مقاطع 10 bit HDR.
وتعاونت جوجل مع كل من سناب شات وتيك توك لاستخراج أفضل ما لدى الكاميرات في هذه التطبيقات. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 10.8 ميجا بيكسل مع زاوية رؤية واسعة 92.8 درجة، وتدعم البعد الديناميكي العالي HDR، وتستطيع تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بتردد 60 إطارا في الثانية. جاءت البطارية بسعة 5000 ملي أمبير كما في إصدار العام الماضي. تقول جوجل إنها تدوم لأكثر من يوم كامل من الاستخدام. البطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، ويمكن من خلاله شحن 50% من البطارية خلال 30 دقيقة، لكن للأسف الشاحن لا يتوفر داخل العلبة ويجب شراؤه بشكل منفصل. الهاتف كذلك يدعم الشحن اللاسلكي السريع والشحن العكسي. يتوفر الجهاز بثلاثة ألوان مختلفة، الأسود والأبيض والأخضر، ويبدأ سعره من 900 دولار. ستوفر الجهاز بدءا من 13 أكتوبر، ولا معلومات حتى الآن حول إمكانية وموعد توافره في الوطن العربي. بالإضافة إلى نسخة برو، جاء الإصدار الأصغر والمقصود بيكسل 7 العادي مختلفا عن أخيه الأكبر، حيث جاء بشاشة أصغر بدقة Full HD Plus مع معدل تحديث 90 هرتز، وبدون عدسة تليفوتو، وكذلك ببطارية أصغر حجما، ويبدأ سعره من 600 دولار. ما رأيكم بالبيكسل الجديد؟ وهل ترون أن جوجل قدمت هاتفا منافسا بقوة؟ اكتبوا لنا في التعليقات.